جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. لوين أخذتني؟ شو رح تعملوا فيني؟ خبريه بكل شيء. خبريه بانه استغليناه واستغلينا صداقته بكيان. بس تعرفي المشكله وين؟ المشكله انه ما عاد اكشي يوثق بكلامك ابدا. ذكريني شو قلتي براثنا؟ نحن ناس مجرمين وراح تخبري الناس كلهم ما هيك؟ ونحن أسوأ مثال على العلاقات الاسريه وغيرها. انت راح تعاقبينا. شبكي ساكتة؟ شو صارت تهديداتك؟ خليها مخباية ورا الخوف اللي بعيونها هاد. اليوم رح تنتهي كل تهديداتك للأبد، وأخيراً رح نخلص من كل دروسك وللأبد بالموت. بابا أنا مرت ابنك، معقول؟ ماما أنا مرته لأكشي، وأكشي بحبني كتير، انت بتعرفي. إذا قتلتوني شو بده يصير بأكشي؟ طيب أنا بتكرهوني، هو شو دخله؟ كرمال أكشي، بليز كرمال أكشي ما تقتلوني، من شان الله تفكري بأكشي يا أمي. أكشي ما له ذنب اللي عم بيصير. مو ناقص غير وحدة مثلك تعلمني شو بدي أعمل مع ابني. بس بوعدك إني اهتم بأكشي أكثر ما كنتي مهتمة فيه أنتي. قبل ما أقتلك قولي لنا بالله أمنيتك الأخيرة.